السلام عليكم. اليوم غنشوفو ريزومي 2 ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال اللي غتكون ان شاء الله اخر ريزومي في هذا الموديل هذا واللي غنطرقو فيها لا ديناميك دو بوان ماتيريال. وكيف ما كنا شفنا في لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال هي فقط دراسة حركة نقطة مادية بدون تطرق الاسباب التي ادت الى ذلك الحركة، ولكن في هذا لا ديناميك دو بوان ماتيريال غادي نديرو ليدي اونتر لي موفمون اي لو كوز، يعني غادي ندرسو العلاقة ما بين الحركة والاسباب التي ادت لتلك الحركه كبحال لي فورس والانرجي الى غير ذلك. وهذه هي الريزومي ديالنا، حاول تكتبوها فاش غادي نساليوها ان شاء الله، غادي نخدمو اكزام فيها باش نفهموها مزيان. حاولوا تحبسوا الفيديو وتكتبوها. قبل ما نبداو هذه الريزومي هذه غادي نشوفوا اول حاجه اللي هو بروميير لوا دو نيوتن أو اللي كيتسمى البرانسيب دينيرسي. غادي نفهمو مزيان باش نفهمو هاد الريزومي هادي، خاصنا أول حاجة نفهمو هو برانسيب دينيرسي أو لا مبدأ القصور، اللي هو أيضا بخوميييغ لوا دو نيوتن. هو بخوميييغ لوا القانون الأول لنيوتن. اش تيقول لنا هاد البرانسيب دينيرسي؟ تيقول لنا الا كان عندنا واحد البوان ماتيريال ام تسموه ام، باش تطبق في هذا البرانسيب ديال الانيرسي يعني باش يتحقق في هذا مبدا القصور هذه، كاين جوج حالات. الحاله الاولى هذه البوان هذه كتكون ايزولي، كتكون يعني معزوله، والحاله الثانيه كتكون بسيدوزولي. يعني شبه معزوله، الا كان عندنا هذا البوان ماتيريال هذه معزوله يعني ايزولي، فراها ما كتخدعش لينا اي قوة. يعني كنقولوا هاد البوان هادي كتكون فيكس، يعني هاد البوان هادي كتكون فيكس. ولا كان عندنا شبه معزولة فراها كنقولوا بلي هاد البوان هادي كتخدع لينا لاصوم دي فورس ديالها، يعني مجموع القوة ديالها ايكالا زيرو. وفي هاد الحالات هادو بجوج فتكون عندنا هنايا لافيتاس، لافيتاس ديال هاد البوان ام هادي سواء كانت فيكس ولا كانت لاصوم دي فورس ديالها ايكالا زيرو كتكون كونستونت. الا كانت فيكس تكون عندنا لافيتاس ايكالا زيرو و زيرو راه كونستونت، و الا كانت لاصوم دي فورس ديالها كتساوي زيرو يعني هاد لافيتاس هادي راه كونستونت. يعني في كلتا الحالتين كنقولو بلي لافيتاس كونستونت. الا بغينا نقولو هاد البوان هادي كتفيريفي لينا البرانسيب ديال الانيرسي يعني كيطبق فيها مبدا القصور، فراه خاص تكون هاد البوان هادي كتكون يا اما فيكس ولا او بيان كيكون عندها واحد الموفمون دو ترونسلاسيون ريكتيلين انيفورم. يعني كتكون هاد البوان دي يا اما في حالة سكون او كتكون عندها واحد الحركة ازاحة مستقيمية منتظمة. حركة ازاحة يعني ازاحة مستقيمية يعني غدا مستقيمية منتظمة، منتظمة يعني لافيتاس ايكالا كونستونت. كتطبق لينا هاد البرانسيب دينيرسي على واحد الغيفيرونسيال، فرا كنقولو بداك غيفيرونسيال، داك غيفيرونسيال ديالنا فاش خدامين هو غيفيرونسيال غاليليان. كخلاصة أولا نديرو مثال، يكون عندنا واحد غيفيرونسيال هنايا فيكس سمو إغ، هاد غيفيرونسيال هدا فيكس، وعندنا واحد غيفيرونسيال هدا سموه إغ أن، وعندنا واحد غيفيرونسيال آخر نسموه إغ دو. هاد غيفيرونسيال هدا لي فيكس راه غيفيرونسيال غاليليان حيتاش فيكس. نفترضوا بان هاد الغيفيرونسيال هذا كيدير لنا واحد الموفمون، واحد الموفمون دو ترونسلاسيون ريكتيلين انيفورم بارابور لهاد الغيفيرونسيال ار، يعني كيدير لنا واحد حركه ازاحه مستقيميه منتظمه بالنسبه لهاد الغيفيرونسيال هذا لي فيكس. يعني حتى هو يمكن لنا نقولوا بلي هاد الغيفيرونسيال هذا راه غيفيرونسيال غاليليان، يعني قلنا سواء يكون فيكس ولا كيدير واحد الموفمون دو ترونسلاسيون ريكتيلين انيفورم. نفترضوا ان هاد الغيفيرونسيال هذا ار2 كيدير لنا ترونسلاسيون ريكتيلين نو انيفورم، يعني كيدير نوع الحركة ازاحة مستقيمية غير منتظمة، يعني الفيتاس ديالو كتغير سواء اكسيليغي سواء غوتاغدي سواء متسارعة او متباطئة. كنقولو بلي هاد الغيفيرونسيال هذا ماشي غاليليان نو غاليليان. ولا كان تيدير لينا ترونسلاسيون انيفورم فقط راه هاد الغيفيرونسيال نو غاليليان. كيدير لينا غوتاسيون يعني نو غاليليان، غوتاسيون انيفورم نو غاليليان. باش يكون غاليليان خاص يدير، خاص يكون يا اما فيكس، هادي خاصكم تنتبهوا ليها مزيان، يا اما فيكس ولا يكون
اللي كيدير واحد الموفمون ديال ترونسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، حركه ازاحه مستقيميه منتظمه. طولت شويه في هاد المقدمه هادو، ولكن هاد الشيء هذا راه مهم بزاف، حيت الا ما فهمتيش هادي راه ما عندك ما دير بلا ديناميك، يعني الديناميك كامله غادي تمشي لك في الزيرو. خاص تعرف واش داك الريفيرونس باش خدام انت، واش غاليليا ولا نو غاليليا. كيف ما قلنا باش يكون ريفيرونس غاليليا خاص يكون يا اما فيكس ولا كيدير حركه ازاحه مستقيميه منتظمه، يعني كخلاصه عامه خاص يكون كيدير هاد الموفمون هادي، يا اما فيكس يعني يكون ابسولي الا بغينا نقولوا، ولا كيدير واحد الموفمون ديال ترونسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، هذا كيتسمى واحد ريفيرونسيال غاليليا. كي كيدير شي حاجه بغير هذا الشيء هذا، كيدير شي موفمون بغير هذا الموفمون هادي ولا ما يكونش فيكس، كيتسمى نو غاليليا. يلا نبداو دابا هاد الريزومي هادي ديالنا. حاجه غنشوف هاد الريزومي هذا هو لو بي اف تي او لا لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. هاد البرينسيپ فوندامونتال ديال لا ديناميك اش تيقول لنا؟ تيقول لنا بلي لا ديريفي ديال كونتيتي موفمون بارابور لو طون كتساوي لا سوم دي فورس، بحيث ان كونتيتي موفمون هي لا ماس فوا لا فيتاس. وكاين جوج حالات، سواء الا كان عندنا ريفيرونسيال غاليليان ولا كان عندنا ريفيرونسيال نو غاليليان. نسمو هاد ريفيرونسيال غاليليان نسمو حنا اغ، ونو غاليليان نسمو اغ ان، ونخدمو بهم بحال هكا في هاد الريزومي هادي. يقدر يكون في ليكزام ولا في شي تمرين هذا سميتو اغ ان وهذا اغ، ولا هذا اغ زيرو وهذا اغ، على حسب التمرين. يعني نسمو حنا ريفيرونسيال غاليليان ديالنا نسموه اغ، ريفيرونسيال نو غاليليان نسموه اغ ان. نشوفو دابا لا دوزيام لوا دو نيوتن اش تيقولنا. تيقولنا الا كنا خدامين في واحد ريفيرونسيال غاليليان فراه لا ماس فوا لاكسيليغاسيون ابسوليد، يعني ريفيرونسيال غاليليان تنقولو اما فيكس اما كيدير ترونسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، يعني لا ماس فوا لاكسيليغاسيون ابسوليد. منين جبنا هادي؟ جبنا من لا ديريفي ديال كونتيتي دو موفمون. عندنا كونتيتي دو موفمون هي لا ماس فوا لا فيتاس. لا ماس كونستون غنخرجو على برا، لا ديريفي ديال لا فيتاس الا كان عندنا غاليليا كتكون عندنا لا فيتاس ابسوليد، لا ديريفي ديال لا فيتاس ابسوليد هي لاكسيليغاسيون ابسوليد، كتساوي لا سوم دي فورس غيال او لا كيتسمى فورس اكستيريور. بحال سواء لا فورس غيال او لا كيتسمى ايضا فورس اكستيريور. ولا يمكن نرمز لهم بحال هكا اف ماجيسكيل غيال ولا اكستيريور. غادي نخدمو ان شاء الله اكزام ونخدمو فيها هادشي هذا ونفهمو مزيان قبل ما نشوفو هاد الريزومي هادي. ولا كان عندنا واحد ريفيرونسيال نو غاليليان كتكون عندنا هنا لا فيتاس غولاتيف، يعني الا درنا لا ديفات ولا عندنا لاكسيليغاسيون غولاتيف. تيقولنا بلي لا ماس فوا لاكسيليغاسيون غولاتيف كتساوي لا سوم دي فورس غيال. هاد لا فورس غيال شنو هو؟ غيكون هو هو الرياكسيون هو لو بوا ولا داك لا فورس اللي كيطبقو في ديك البوان ام. قلنا كتكون عندنا هنا كتكون عندنا لا سوم دي فورس غيال، هنا كتكون عندنا لا سوم دي فورس غيال اللي هي هادي نيت، ولكن كنزيدو دي فورس دينيرسي، هادو كيتسماو لي فورس دينيرسي. ولا هاد جوج هادو يمكن نجمعوهم في لاصوم، نديرو بحال هكا لاصوم دي فورس دينيرسي. لاصوم دي فورس دينيرسي كتساوي هي فورس دينيرسي دونترينمون بلس فورس دينيرسي دو كوريوليس. لا فورس دينيرسي دونترينمون اللي هي هادي اللي كتساوي هنا هي موان لا ماس فوا لاكسيليغاسيون دونترينمون، ولاصوم دي فورس دينيرسي دو كوريوليس كتساوي هنا هي موان لا ماس فوا لاكسيليغاسيون دو كوريوليس. نكملو نشوفو دابا تيوغيم دو مومون سينيتيك. قبل ما نشوفو هاد لا تيوغيم دو مومون سينيتيك كنشوفو شناهو مومون دي فورس، شناهو المومون ديال واحد لا فورس اولا عزم قوة. تقولنا بلي المومون ديال واحد لا فورس كتابليكا لينا فواحد بوان ام كتساوي هي او ام فيكتوريال ديك لا فورس ديالنا، هذا هو المومون دان فورس. دابا غنشوفو مومون سينيتيك. مومون سينيتيك كنوزو ليه بسيغما، سيغما ديال او يعني لوريجين ديالو هو او ديال بوان ام كيساوي هو او ام يعني لوريجين تال ديك البوان ديال لا كتسمى البوان دابليكاسيون فيكتوريال لا ماس فوا لا فيتيس. ولا ماس فوا لا فيتيس هي كونتيتي دو موفمون، يمكننا نديرو فيكتوريال بي، غادي يمكننا نعوضها بكونتيتي دو موفمون. دابا غنشوفو شنو هو التيوغيم دو مومون سينيتيك. التيوغيم دو مومون سينيتيك ما هو الا لا ديريفي ديال المومون سينيتيك، يعني لا ديريفي ديال المومون سينيتيك. الا درنا لا ديريفي ديال هاد المومون سينيتيك اشنو غادي نلقاو؟ عندنا هنايا او ام، الا درنا لا ديريفي ديال او ام شنو غتعطينا؟ لا فيتاس، ونخلو هادي كونستونت. عندنا لا فيتاس فيكتوريال لا فيتاس عطينا صفر، يعني عطينا في الاول واحد زيرو، زائد غتكون عندنا او ام نخلوها دابا كونستونت فيكتوريال لا ماس درنا لا ديريفي ديال لا ماس، يعني درنا لا ديريفي ديال كونتيتي دو موفمون اش عطينا؟ عطينا لا سوم دي فورس، يعني زائد يعني عفوا فيكتوريال لا سوم دي فورس. وشنو هي هادي؟ او ام فيكتوريال واحد لا فورس اش عطينا؟ عطينا مومون دي فورس. داكشي علاش هنا عندنا
لا ديريفي ديال مومون سينيتيك ما هو الا مومون ديال لي فورس. هنايا الا كان عندنا او غتشوفوا السطر الخضر سطات في الاول، هنا عندنا ريفيرونسيال غاليليان وهنا عندنا نو غاليليان. يعني الا كان عندنا ريفيرونسيال غاليليان فالتيوغرام دو مومون سينيتيك كيساوي هو مومون ديال لاسون دي فورس ريال، ولا كان عندنا ريفيرونسيال نو غاليليان فراه هو كيساوي هو المومون دي فورس ديال لاسون دي فورس ريال زائد المومون دي فورس دينيرسي دونترينمون. اللي قلنا فورس دينيرسي دونترينمون اللي هي موان لا ماس فالاكسيليراسيون دونترينمون، وكذلك زائد مومون دي فورس دو كوريوليس. مومون دي فورس دو كوريوليس كذلك قلنا هو موان لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو كوريوليس. دابا غادي نشوفو لا تيغيم دينيرجي سينيتيك. دينيرجي سينيتيك هي الطاقه الحركيه. قبل ما نشوفو هاد تيغيم دينيرجي سينيتيك نشوفو شي حوايج هما الاولين. عندنا اول حاجه لو طرافاي، يعني طرافاي ديال واحد لا فورس دي دبل في كيساوي هو لا فورس فيكتوريال دي او ام، وكذلك بويسونس دان فورس كنرمزو ليه بي دو اف كيساوي هو لا ديريفي ديال لو طرافاي بالنسبه لو طون. وكذلك الا كان عندنا هاد بويسونس دو فورس كيطبقينا في واحد ريفيرونسيال غاليليان فتكون عندنا كيساوي هو لا فورس فوا لا فيتاس او سوليد، ولا كان عندنا ريفيرونسيال نو غاليليان فتكون عندنا هو لا فورس فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف. وعندنا لينيرجي سينيتيك فما هو الا ان دومي ام فوا في او كاري كيف ما كنعرفو جميع. وكذلك الا بغينا هنايا تيوغيم ديال لينيرجي سينيتيك ما هو الا لا ديريفي ديال لينيرجي سينيتيك. يعني الا درنا لا ديريفي ديال لينيرجي سينيتيك اشنو غادي نلقاو؟ هو الا كان عندنا ريفيرونسيال غاليليان فلا ديريفي ديال لينيرجي سينيتيك بالنسبه للطون كيساوي هو لا سوم دي فورس ريال سكالير لا فيتاس ابسوليت دي بوان ام. وكذلك يمكن لي نسوي هنا هو البويسونس ديال لا سوم دي فورس اكستيريور. كيف ما قلنا بويسونس ديال لا فورس كيساوي هو لا فورس فيكتوريال لا فيتاس، هنا عندنا كذلك لا سوم دي فورس فيكتوريال لا فيتاس يعني بويسونس دي فورس. ممكن كذلك نطلعوا هاد دي تي هنايا نخرجوا نطلع لنا دي تي نيش بقينا لو طرافاي. يعني دي او سي يعني دي ديال لينيرجي سينيتيك كيساوي هو لو طرافاي ديال لا سوم دي فورس اكستيريور. ولا كان عندنا ريفيرونسيال نو غاليليان فتيكو عندنا تيوغيم ديال لينيرجي سينيتيك اللي هو ديريفي ديال لينيرجي سينيتيك بالنسبه لو طون بارابور ا ريفيرونسيال نو غاليليان اللي سميناه ار ان كيساوي هو لا سوم دي فورس ريال بلس لي فورس دينيرسي دونترينمون بلس لا فورس دينيرسي دو كوريوليس. هادشي كاملو سكالير لا فيتاس غولاتيف. وكذلك يمكننا نعوضو لا فورس سكالير لا فيتاس بويسونس دان فورس، يعني اللي كيساوي لنا هو بويسونس ديال لي فورس ريال بلس بويسونس ديال لي فورس دينيرسي دونترينمون بلس لا فورس دينيرسي افوان بلس بويسونس ديال لا فورس دينيرسي دو كوريوليس. ولكن كملاحظة هاد بويسونس دي فورس دينيرسي دو كوريوليس غتكون كتساوي عندنا زيرو. علاش؟ كيف ما قلنا حنايا بويسونس دان فورس يعني عندنا بويسونس ديال فورس بويسونس ديال لا فورس دينيرسي دو كوريوليس كتساوي هي هي قلنا هنايا هي ديك لا فورس فيكتوريال لا فيتاس. هنا عندنا لا فيتاس غولاتيف هي هاد لا فورس هادي اللي عندنا هي لا فورس دينيرسي كوريوليس سكالير لا فيتاس غولاتيف. وكيف ما قلنا لا فورس دينيرسي كوريوليس كتساوي هي موان لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو كوريوليس. غنعوضو هنايا قلنا هادي كتساوي موان لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو كوريوليس سكالير لا فيتاس غولاتيف. كيف ما كنعرفو لاكسيليراسيون دو كوريوليس شحال كتساوي؟ قلنا هنا موان لا ماس لاكسيليراسيون دو كوريوليس قلنا كتساوي هي جوج فوا فيكتور دو فيتاس روتاسيون ديال ار ان بارابور ا ار سكالير عفوا فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف سكالير. هاد لا فيتاس غولاتيف يبقى لينا هنايا يعني كيفما كنعرفو جميع لاكسيليراسيون دو كوريوليس كتساوي هي جوج فوا اوميغا فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف. عندنا هنايا سكالير هاد لا فيتاس غولاتيف هادي اللي عندنا فهاد البويسونس هادا. وكيف ما كنعرفو هنايا عندنا هنايا برودوي ميكست يعني عندنا برودوي فيكتوريال وبرودوي سكالير. كيف ما كنعرفو لك عندنا اي فيكتوريال في سكالير في يعني برودوي ميكست كيساوي زيرو، يعني هذا كاملو غيساوي زيرو. نكملو كذلك يمكننا نكتبو بهاد الطريقة هادي. إذا طلعنا دي دو تي هنايا وطلعنا هنا وطلعنا كذلك هنايا غتكون عندنا كتساوي لو طرافاي ديال لا سوم دي فورس اكستيريور بلس لو طرافاي ديال لي فورس دينيرسي دونترينمون بلس لو طرافاي ديال لي فورس دينيرسي دو كوريوليس، وهي تا هي كتساوي زيرو. يعني كتبقى لينا هنايا بويسونس ديال لا سوم دي فورس ريال بلس بويسونس ديال لي فورس دينيرسي دونترينمون.
هناك يبقى هنا لو ترافاي ديال لا سون دي فورس اكستيريور بلس لو ترافاي ديال لا فورس دينيرس دونترينمون. دابا غادي نشوفو انرجي بوتونسييل. قبل ما نشوفو هاد انرجي بوتونسييل غنشوفو اول حاجه شنو هو لي فورس كونسيرفاتيف. يعني شنو هما القوى المحافظيه؟ تنقولو بلي واحد لا فورس اف هي فورس كونسيرفاتيف الا كان لو ترافاي برودوي بار سيت فورس نو ديبون با لو شومان سويفي. يعني هداك الشغل اللي كيتطبق لنا من هاد لا فورس هادي مغيتعلقش بمسار المتبع. بصيغة اخرى الا كان عندنا واحد البوان هنايا مثلا عندنا واحد ليتاب بي باش نمشيو من هنا لهنا سواء مشينا فهاد الشومة هدا ولا مشينا فهاد الشومة ولا مشينا فهاد الشومة يعني لا فورس يعني لو ترافاي عفوا لو ترافاي كنطبقو فهاد الشومة هدا كيساوي لو ترافاي كنطبقو هنا كيساوي لو ترافاي لي كنطبقو هنا. سمو هدا الشومة ان هدا دو هدا تخوا. يعني كنقولو بلي لو ترافاي الشومة ان من ا حتى لبي ديال لا فورس كتساوي لو ترافاي دو من ا حتى لبي ديال لا فورس كتساوي ايضا لو ترافاي من ا حتى لبي في الشومة تخوا ديال ديك لا فورس. يعني كما قلنا لو ترافاي نو ديبون با لو شومان سويفي ولا بغينا نقولو باش تكون عندنا واحد لا فورس كونسيرفاتيف على لو ترافاي ديالها اللي كيساوي هو لانتيغرال ديال واحد لا كورب فيرمي اللي كنعرفو لو ترافاي هو لا فورس فيكتوريال ديبلاسمون اليمونتيغ تسمو دي ال كتساوي زيرو. وكاين واحد العالم سميتو كيفين ستوك تيقول لينا اللي كان عندنا لو ترافاي كيساوي زيرو دابخي التيوغيم تو كيلفن ستوك تقولنا بلي الروت روتاسيون ديال ديك ديك لا فورس كيساوي زيرو. بحيث هاد الروتاسيون هذا الروتاسيون الا بغينا الروتاسيون ديال واحد فيكتور نسموه في كيساوي هو نابلا فيكتوريال في. بحيث ان هاد النابلا هادي كتساوي هي تيت اكس عفوا دي على تيت اكس دي على دي إيكغيك بالنسبة إي جي كا و دي على دي دو زد. بلا ما نعقد الأمور حنا نعرفو غير إلا كان عندنا واحد لافورس كونسيرفاتيف فلو ترافاي ديال ديك لافورس كونسيرفاتيف كيساوي زيرو. وكذلك الروتاسيون ديال ديك لافورس لي كونسيرفاتيف إيكال أ زيرو. ولا بغينا نحيدو الروتاسيون بغينا نجيبو جهة أخرى فكندخلو غراد غراديان يعني يولي عندنا هنايا لافورس كونسيرفاتيف كيساوي موان غراد ديال لينيرجي بوتونسييل. وغادي نديرو هنا سكالير دي او ام هنا كذلك سكالير دي او ام. كيف ما كنعرفو بلي الكغاد ديال فونكسيون سكالير دي او ام يعني في دي بلاسمون اليمونتيغ ديالها كتساوي هي هاديك الفونكسيون يعني غادي يمشي الكغاد مع دي او ام غتبقى لينا موا او بي موا لينيرجي بوتونسييل. وهنا عندنا دي او ام سكالير لا فورس كيف ما كنعرفو حنايا لا فورس سكالير واحد دي بلاسمون اليمونتيغ ديال ديك لا فورس يعني هو دي او ام فراه هو لو ترافاي. يعني هناك عندنا دي دبل في ديال لا فورس كونسيرفاتيف هنا عندنا دي او بي يعني كذلك هنا تكون دي او بي. اذا كخلاصه من هذا الشيء كاملو راه انرجي بوتونسييل اللي هو دي او بي ما هو الا لو ترافاي ديال لا فورس كونسيرفاتيف. كيف ما شفنا قبل لو ترافاي هو عندنا هنايا هو هذا لو ترافاي كيساوي هو بويسونس فوا دي دو تي يعني كيساوي ايضا موان لا بويسونس ديال الفورس كونسيرفاتيف فوا دي دو تي. يعني هنايا الا بغينا لينيرجي بوتونسييل يكفي اننا نديرو لانتيغرال باش تحيد لنا دي دو بي تبقى لنا لينيرجي بوتونسييل كيساوي هو موان لانتيغرال ديال لو ترافاي ديال الفورس كونسيرفاتيف وكيساوي ايضا هو موان لانتيغرال ديال بويسونس ديال دي فورس كونسيرفاتيف فوا دي دو تي. والتيوغيم دينيرجي ميكانيك كيف ما كنعرفو لينيرجي ميكانيك هي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل. وكذلك دي او ام يعني لينيرجي ميكانيك كتساوي هي لو ترافاي ديال لا سوم دي فورس نو كونسيرفاتيف يعني لي فورس اللي عندنا غير محافظيه واللي كتساوي ايضا هو البويسونس ديال لا سوم دي فورس نو كونسيرفاتيف فوا دي او تي. نفترضوا مثلا في التمرين قالوا لنا بلي عندنا جميع لي فورس كونسيرفاتيف يعني لي فورس كاملين اللي عندنا اللي خدامين بهم هما دي فورس كونسيرفاتيف وقالوا لنا نحسبوا لينيرجي ميكانيك.
غادي نلقاو في غادي نحسبوا انرجي ميكانيك ديال بوان ان بارابور ار مثلا خاصنا نلقاوها كتساوي صفر حيت عندنا الانرجي ميكانيك هي فقط هي فقط لو طرافاي ديال لا سوم دي فورس نو كونسيرفاتيف يعني الا كان عندنا لا فورس كونسيرفاتيف فالانرجي ميكانيك خاصنا نلقاو كيساوي زيرو بهنا كنكونوا سالينا هاد الريزومي هادي ديالنا حاولوا تكتبوها كامله تنخدموا التمرين ان شاء الله باش تفهموها مزيان حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم اللي تعم الفائده وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله وكيفما العاده ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم